سلام، اليوم راح نتكلم عن فيلم ميغابوليس وهو فيلم الحامي خيال علمي من إخراج فرانسي فورد كوبولا وبطولته من أدم درايفر وجيان كارلو إسبوزيتو وناتالي إيمانويل. فلايك اشترك فعل جرس التنبيهات لكل جديد أول بأول، ويلا بينا نبدأ. تدور قصة فيلم ميغابوليس حول مدينة نيويورك المستقبلية التي أعيد بناؤها وسميت بنيويورك بعد كارثة كبيرة. الشخصية الرئيسية هي مهندس المعماري الذي يحلم ببناء مدينة مثالية تمثل قمة التقدم والابتكار، ويطمح إلى إعادة بناء مجتمع على أسس جديدة. معارضا له نجد شخصية العمدة شيشرو الذي يفضل بناء قصر ضخم في نفس الموقع. بدلا من متابعة رؤية سيزار الطموحة، تتشابك القصة في صراع كبير بين هاتين القوتين المتنافستين. الأول يسعى لتغيير العالم من خلال الابتكار والتقدم، والثاني يخشى المخاطر المرتبطة بهذا التغيير ويركز على الاستقرار التقليدي. إلى جانب هذا الصراع توجد أيضا قصة حب تتطور بين سيزر وجوليا ابنة شيشرو، التي تتجسس على سيزر في البداية لمعرفة خططه، لكنها تقع في حب أفكاره وأحلامه. الفيلم يجمع ما بين الأساطير الرومانية القديمة والفلسفة الحديثة، حيث يتم طرح أسئلة حول مستقبل البشرية، وهل يمكن حقا بناء مدينة فاضلة أم أن التقدم سيكون دائما محفوف بالعواقب الخطيرة. يدور الفيلم حول فكرة بناء مدينة مثالية، وهو ما يمثل رمز السعي الإنساني حول خلق عالم أفضل وأكثر تقدما. يتناول الفيلم تساؤلات حول ما إذا كانت اليوتيوب قابل للتحقيق بالفعل أم أنها مجرد أو وهم يصعب الوصول إليه، وما هي التضحيات التي يجب تقديمها للوصول إلى مثل هذا العالم. كما يتميز الفيلم بأجواء بصرية ساحرة ومليئة بالتجارب الفنية. الفيلم يتميز تصويرا سينمائيا متطورا مع مشاهد متكررة تعتمد على الأنماط السريالية والرمزية مثل المناظر الطبيعية المتغيرة والتماثيل التي تتحرك. هذه الأجواء تجعل الفيلم أشبه بلوحة فنية متحركة، حيث يدمج الفن مع الفلسفة والسياسة في تجربة سينمائية فريدة. إخراج كوبولا دقيق للغاية، حيث يقدم مشاهد بانورامية للمدينة التي تجمع ما بين العمارة الكلاسيكية والتصاميم المستقبلية، مما يؤكد التوتر ما بين الماضي والمستقبل. إيقاع الفيلم المتعمد قد يشعر البعض أنه بطيء للغاية، لكنه يتيح لحظات تأملية تضيف عمقا للسرد. بالنسبة للأداء التمثيلي فالكل أبدع. أدم درايفر صاحب شخصية سيزر قادم أداء قويا ومتألقا، حيث يجسد شخصية المهندس المعماري سيزر الذي يحلم ببناء مدينة جديدة. درايفر يبرز مشاهد الصراع الداخلي لشخصيته، حيث يظهر بوضوح التوتر ما بين طموحاته الشخصية وواقعية العالم من حوله. يتمكن من تحقيق التوازن ما بين المثالية والغموض في شخصية سيزر، ما يجعل حضوره على الشاشة مؤثرا. جيان كارلو إسبوزيت صاحب شخصية العميد شيشرو يقدم أداء ثابتا وقويا كمعارض لسيزر، حيث يلعب دور البيروقراطي الذي يسعى للحفاظ على استقرار المدينة بدلا من السعي وراء الأحلام الكبيرة. تمكن من إضفاء مزيج من الحزم والحذر على شخصيته، مما جعله خصما صعبا. أما ناتالي إيمانويل صاحبة شخصية جوليا أدت دور ابنة العمدة، التي تجد نفسها ممزقة ما بين ولائها لوالدها وحبها لسيزر. إيمانويل قدمت أداء عاطفيا، حيث تمكنت من نقل التحول العاطفي لشخصيته بشكل طبيعي. التفاعل بينها وبين درايفر كان قويا، وأضاف بعدا رومانسيا مؤثرا على القصة. لم يكن ميغابوليس بدون عيوب. السرد الشامل للفيلم رغم طموحه قد يبدو في بعض الأحيان غير متماسك، خاصة عند محاولة موازنة اللحظات الحميمية للشخصيات مع نطاقه الواسع. بعض القصص الفرعية خاصة المتعلقة بالشخصيات الجانبية تفتقر إلى العمق الكافي لجعلها جذابة. بالإضافة لذلك، قد يكون الطابع الفلسفي ثقيل للفيلم بعيدا عن بعض المشاهدين الذين يبحثون عن قصة أكثر مباشرة وسهلة الإقناع. رغم أنه مقصود قد يبدو بطيئا لأولئك الذين غير معتادين على أسلوب سرد كوبولا، يستغرق الفيلم وقته ليكشف عن نفسه، وقد يعتبر هذا تأمليا أو متعرجا بناء على وجهة نظرك. تقييم للفيلم 8/10. يعتبر ميغابوليس إنجازا استثنائيا في صناعة الأفلام، ويشكل عودة قوية لفرانسيس فورد كوبولا إلى سرد القصص الضخمة. إنه فيلم يثير التفكير ويأسر العين، حيث يتعامل مع موضوعات معقدة حول مستقبل الإنسانية والمجتمع المتقدم. رغم أنه ليس مثاليا في تنفيذه، إلا أن الفيلم جريء ويقدم تغييرا منعشا مقارنة بأفلام خيال العلمي هذا العام. وبس، كان ذاك شي عندي. لايك للفيديو، اشترك في القناة، فعل
جرسنا بيت لسا كل جديد. أول بأول كان معكم السيد سفيان، خليكم دائما بخير، سلام.